رهف القحطاني مشهورة الأسناب السعودية تتعرض لانتقاد وزير في المالديف. انتقد وزير من جزر المالديف علناً رهف القحطاني التي توصف أنها مشهورة سناب سعودية بسبب ما قال أنه إهانة لبلاده، وطالب السلطات السعودية وضع حد للتجاوز الحاصل. واعتلى موضوع الفاشينيستا والعاملة في مجال الإعلانات والمروجة للعلامات التجارية السعودية رهف القحطاني على الترند السعودي والخليجي، وسجلت قصة المشهورة السعودية وصديقتها في المالديف تداولا واسعا في مختلف منصات التواصل الاجتماعي في دول الخليج. وكان واسم رهف القحطاني ومروج بالمالديف الأعلى تداولا في السعودية ودول الخليج. وسجلت قصة رهف القحطاني منحنى آخر مع تغريدة نشرها إلياس جمال الوادودي وزير الدولة للشؤون الإسلامية ورئيس المركز القومي للقرآن الكريم بجمهورية المالديف عبر صفحته في موقع تويتر. واستنكر الوزير المالديفي ما قال أنها المقاطع المسيئة من إحدى مشهورات السناب السعوديات للمالديف وشعبها والتي تم تداولها بمنصات التواصل الاجتماعي. وطالب إلياس جمال الوادودي السفارة السعودية في المالديف القيام بدورها وفق القانون. واستطرد وزير الدولة للشؤون الإسلامية المالديفي أن العلاقة التي تربط بلاده مع السعودية وقيادتها هي علاقة الروح بالجسد، وهذه التصرفات فردية ولا تمثل المملكة وشعبها الأوفياء. وكانت مواقع سعودية ومنصات في مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن فيديوهات رهف القحطاني ومروج الرحيلي خلال زيارتهما المالديف وتصوير بعض المقاطع التي اعتبرتها السلطات في المالديف أنها مسيئة وأنها تعكس صورة سيئة عن الشعب السعودي والسياح بشكل عام، مطالبين بمحاسبة كل من يقوم بتشويه صورة السعوديين في الخارج. وبحسب الفيديو المنتشر من حساب الفاشينيستا السعودية طلعت عليه القدس العربي، تظهر رهف القحطاني مع صديقتها مروج الرحيلي وهن بلباس البحر وتضعان مناشف الحمام وتشغلان موسيقى تضمن شيلة سعودية وتلفظان كلمات نابية وجارحة في حق شعب المالديف. وبحسب المقاطع المنتشرة وتغريدة النشطاء فإن رهف القحطاني وصديقتها أساءتا للشعب المالديفي ودفوهتا بكلام غير سليم. وانتقد مغردون سعوديون منح بعض مشاهير السوشيال ميديا مكانة واسعة في الحياة العامة. وتعتبر رهف القحطاني نشطة سعودية الجنسية في مواقع التواصل الاجتماعي وتبلغ من العمر 23 عاما. واشتهرت مؤخرا رهف القحطاني بلقب وذنكها، وهي تعمل بمجالات الموضة والتجميل وتقوم بنشر الإعلانات المأجورة لبعض منتجات شركات التجميل. من هي رهف القحطاني؟ ويكيبيديا السيرة الذاتية. حول التعرف على من هي رهف القحطاني، فهي واحدة من الفتيات السعوديات التي تصنف ضمن قائمة النشطات على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، كما أنها تعد مدونة وكاتبة بالإضافة إلى اهتمامها لعالم الموضة والتجميل والمكياج والأزياء. وقد ولدت رهف القحطاني في عام 1991 ميلادي في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. ورهف القحطاني تعمل دوما على نشر إعلانات بثمنها للكثير من منتجات التجميل. واشتهرت رهف القحطاني بلقب أطلقه الكثيرون عليها، وهو لقب وذنكها أو صاحبة النكهة، وذلك الفيديو الشهير لها وهي تطلب مشروب وتقول أريده وذنكهة الفراولة. وبعد هذا الفيديو أصبح الكثير من الأشخاص يلقبونها بلقب وذنكها، ولذا رهف القحطاني الكثير من المتابعين على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يقتصر جمهورها ومتابعيها من المملكة العربية السعودية فقط، بل يشمل الخليج العربي والدول العربية الأخرى. كم عمر رهف القحطاني؟ وبالنسبة حول معرفة كم عمر رهف القحطاني، فقد أصبح الكثير من متابعي رهف القحطاني يطرحون العديد من الأسئلة بشأنها ويرغبون في معرفة بقية التفاصيل الخاصة بها كعمرها وسنة ميلادها. ورهف القحطاني تبلغ من العمر 30 عاما، فقد ولدت عام 1991 في المملكة العربية السعودية بالمنطقة الشرقية. واستطاعت رهف القحطاني أن تنال هذه الشهرة الواسعة في مسيرتها منذ بدايتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمحض الصدفة عن طريق فيديوهات عفوية كانت تنشرها في صفحاتها على السوشيال ميديا
ولكن هذه الفيديوهات نالت إعجاب الكثير من الأشخاص المتابعين على الرغم من كونها فتاة صغيرة وفي منطلق عمرها، ولكن أحبها الجمهور وأصبحوا يتداولون اسمها بالإضافة إلى مقاطعها المصورة، وهذا ما أدى إلى زيادة شهرتها في الوطن العربي. زوج رهف القحطاني وذنكها، كما ذكرنا في الأعلى فإنه ليس هناك داعي للبحث عن زوج رهف القحطاني، حيث أن الأخبار التي وردت عن زواج رهف من أحد رجال الأعمال في نجران هو عار عن الصحة، حيث كان المشهد أن هناك مجموعة من الفتيان التفوا حول رهف القحطاني، حيث كانت ترتدي ملابس جذابة مما دعا الكثير لطلب التقاط صورة مع الناشطة الاجتماعية رهف القحطاني وذنكة الفراولة أو الرمان. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.